تحت رعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أقام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يوم أمس احتفالا بمناسبة يوم العمال العالمي. وأكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل في كلمته خلال الحفل أن مملكة البحرين تواصل مسيرتها التنموية بكل ثبات وفق الرؤى السديدة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مشيدا في الوقت نفسه بإصدار حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم مرسوما ملكيا ساميا شاملا للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، مثمنا كذلك توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وزارة العمل لتوفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي من أجل مساهمتهم في المسيرة الوطنية للبناء والتنمية. من جانبه ثمن السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين جهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المتواصلة للحفاظ على بيئة العمل والمكتسبات العمالية وتعزيز التعاون والحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيدا في السياق ذاته بما حققه عمال وعاملات البحرين من إنجازات وطنية على كافة الأصعدة. وقد قام سعادة وزير العمل بتكريم العمال المتميزين بهذه المناسبة السنوية الذين تم اختيارهم من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تقديرا على عطائهم المتميز ومساهمتهم في التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين. يعني اليوم تكريم عدد كبير من العمال وهذه المعاني الجلية الواضحة تظهر تقدير المملكة من جلالة الملك المعظم وصاحب السمو رئيس مجلس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على إيمانهم بأن التنمية الحقيقية هي تنمية الإنسان، وأن العمال وأصحاب العمل والحكومة هم أطراف متعاونة منظومة متكاملة لتحقيق التنمية المجتمعية في مملكة البحرين. في الحقيقة لفتة كريمة جدا لاقت رضا واستحسان وشكر جميع المكرمين اليوم. بمناسبة يوم العمال العالمي 1 مايو 2024، أحب أول شيء أشكر الشيخ ناصر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لإتاحة هاي الفرصة حقي بإني أنضم لشركة مثل بافكو وأكون أول بنية كمزودة وقود طائرات في كل الميناء. طبعا هاي التكريم يعني لي الكثير ويدفع كل عامل بحريني ليقدم الأفضل والأحسن. طبعا أثمن على الجهود المبذولة في تكريم العمال على مستوى البحرين، وهذا طبعا شيء يفرحنا ويخلينا نعطي في السنوات القادمة تكون مسيرتنا في العطاء إلى هذا الوطن تكون إن شاء الله مثمرة أكثر وأكثر. طبعا احنا جدا سعيدين بهذا اليوم، اليوم العالمي لعيد العمال، وفعلا نشيد بهذه الإنجازات اللي صارت يعني وتكريم العمال البحرينيين، واحنا فعلا فخورين جدا بالعمالة الوطنية الموجودة في البحر بشكل عام، واحنا في شركة دلمون كذلك نفتخر بالعمالة الوطنية اللي عندنا.